الامتحانات كان طلبة ذي قاب نظرا للظروف الراهنة التي تمر بها بلدنا ومحافظتنا العزيزة ذي قاب بسبب تفشي فيروس كورونا ومن منطلق الوعي القائد وشعورنا منها بالمسؤولية الوطنية تجاه الشعب العراقي واتجاه اخواننا من الثوار والمعتصمين واستجابة من هذه التوجيهات وإرشادات وزارة الصحة وخلية الأزمة. إذا قرر الاتحاد خيمة طلبة ذي قاب المتكون من 30 خيمة طلابية ما يلي: أولا تعليق وجوده في ساحة الحقول وقتيا لحين انتهى الأزمة الراهنة. ثانيا منع أي تجمعات ونشاطات طلابية في الساحة تجنبا لانتشار المرض بين الطلبة. ثالثا الالتزام بحظر التجول والإرشادات الصحية والارتداء الدائم للأكف والكمامات. رابعا ندعو بقية الخيمة المتواجدة في ساحة الحقول لتعليق تواجدها أيضا والحذو حذونا حماية لهم وحفاظا على الجميع، فلا خير في بلد لستم به تطالبون بحقوق الشعب المظلوم. كما نبين اننا على استعداد كامل للتطوع ضمن كوادر وزارة الصحة من اجل المساعدة في القضاء على هذا الوباء، ونطلب من الحكومة المركزية المطالب الاتي: اولا زيادة عدد مواد الحصص التموينية لكون هناك الكثير من العوائل المتعففة التي ليس لها المقدرة على توفير القوت اليومي في ظل وجود الحظر التجوال. ثانيا اعطاء مبلغ مالي يرفق مع الحصص التموينية لكل فرد. ثالثا اعفاء المواطنين من اجور الكهرباء والماء. رابعا مراقبه الاسعار وضمان عدم ارتفاعها. خامسا فرض الحظر بصوره جديه وحازمه. حفظ الله البلاد والعباد وكفانا شر الامراض. بيان اتحاد خيمة طلبة ذي قاب.